اقتناع البعض، ولكن الكثير 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 من الآلاف المؤلفة لحقها، وحصلوا على السمو والرفعة بالرغم من تلك الأرض الخاحلة، حرارة الشمس لا ماء فيها ولا كلا، ولكن أحسوا بالرفعة والسمو والفرحة بحجهم مع النبي صلى الله عليه وآله تلك الحجة، إلى أن اتصالا وصل إلى هذا المكان الجحفة، وكان مفرق أربع طرق، طريق لليمن وطريق للعراق وطريق للموصل وطريق للمدينة، وما حد ويا النبي صلى الله عليه وآله بس اللي بالمدينة، لا. ولهذا أمرهم بالتوكل لما وصل إلى هذا المكان بعد 10 أيام من عيد الأضحى، أمرهم بالتوقف، وكل جماعة كل الثانية توقف، حتى جاء وقت الظهر، وأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله، فقام النبي صلى الله عليه وآله وصلى، وصلى الحجيج معه تلك الصلاة، وأحسوا بالفرحة والبهجة والانشراح، إلى أن فرغ من الصلاة قام بأبي وأمي. الحمد لله، ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونستعيذ به من شرور أنفسنا وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً صلى الله عليه وآله رسوله. ثم خاطرهم إن اللطيف الخبير نبأني ما عمر نبي إلا نصف ما عمر به النبي الذي قبله. Thank you.
علي علي مولاي.